أهلا وسهلا بحضراتكم من جديد. بتظل مصر هي الشقيقة الكبرى للدول العربية على مر العصور، وبيظهر الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية وقت المحن، بتقدم يد العون للجميع والحقيقة دون تفكير ودون أي حسابات مسبقة. بدأت بالفعل تحركاتها الفورية من القيادة المصرية لإغاثة المنكوبين والمتضررين من زلزال المغرب وإعصار ليبيا، دعما وتضامنا مع الشقيقتين الدولتين الشقيقتين. كانت هناك بالفعل توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للقوات المسلحة المصرية بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية جوا وبحرا للأشقاء في ليبيا والمغرب، بالإضافة إلى تجهيز حاملة الطائرات المسترال للعمل كمستشفى ميداني وإقامة معسكرات إيواء بالمنطقة الغربية العسكرية للمتضررين من الأشقاء الليبيين، وأيضا صرف إعانات عاجلة لأهالي المصريين المتوفين في ليبيا. الكثير من المواقف التي يذكرها الجميع الحقيقة لمصر، وهو ما جعلها طول الوقت لها ثقل سياسي في الشرق الأوسط. وبحق المزيد من المعلومات عن دور مصر الرائد تجاه أشقائنا العرب وأفريقيا أيضا، بينضم إلينا في الاستوديو سيادة العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. يعني في البداية طبعا الحدثين كانوا حدثين جلل في ليبيا وفي المغرب قبلها، وما زالت التداعيات مستمرة حتى اليوم. يعني إزاي شفت هذه الأحداث يا سيادة العميد؟ يعني اسمحي لي طبعا أبدأ بتقديم واجب العزاء لكل أهالينا من أسر وعائلات المصريين الذين كانوا لديهم أبناء عاملين على الأراضي الليبية. يعني كل العزاء والمواساة والدعم ليهم الحقيقة. وأيضا بالطبع، وده قدمناه خلال الأيام الماضية لكن نعيد التأكيد عليه، وهو المساندة والدعم لكل الشعب الليبي ولكل الشعب المغربي، شعوب شقيقة فعلا للشعب المصري وللدولة المصرية. بنقدم لهم خالص العزاء الحقيقة في هذه الكوارث الطبيعية غير المسبوقة اللي تتعرض ليها الدولتين، وبنتمنى سرعة الشفاء للمصابين والقدرة على العمل لتخفيف الأعباء الإنسانية الحقيقة كتير اللي وقع على كاهل، حتى اللي موجودين ولم يصابوا بأذى لكن موجودين في محيط هذه الكارثة الطبيعية اللي أصابت المغرب أولا ثم انتقلت بشكل آخر للجارة ليبيا. كل الدعم والتقدير ليهم ومصر معاهم زي ما حضرتك أشرتي في المقدمة. الحقيقة الدولة المصرية بتشعرنا بالفخر، القيادة السياسية المصرية بتشعرنا بفخر كبير جدا، هي المعبر الحقيقي عن روح الدولة المصرية والعقيدة المصرية الوطنية اللي بتعتبر المصير المشترك ما بيننا وما بين الأشقاء من الدول العربية. وبحييك إن حضرتك ضميتي الدول الأفريقية الحقيقة لهذه المعادلة، لأن هكذا ترسخت خلال العشر سنوات الماضية إن أيضا الأشقاء الأفارقة، وشفنا ده في كثير من الحالات الاستثنائية اللي كان منها الكورونا والقوافل الصحية وقوافل اللقاحات والأطباء والمستشفيات المدنية، بعثات اللي مصر كانت بتشتغل فيها وبتشارك فيها بقوة، بعثات حفظ السلام في القارة الأفريقية بدولها المختلفة. الحقيقة هذه الأدوار هي أدوار مشرفة وأدوار بتبقى في التاريخ، خلينا نبقى مدركين ده بشكل كبير جدا. لما الدولة المصرية بينظر ليها بتقدير بالغ في كل الدول الأفريقية، الحقيقة ده بيكون نتاج لعديد من التحركات والجهود اللي بتبذل، كما يبذل الآن في ليبيا وفي المغرب وقبلهم في السودان، تعبير حقيقي عن عقيدة الدولة المصرية وعن أخلاقياتها الدبلوماسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، لخصها في جملة بليغة الحقيقة، وهو بيقول السياسة المصرية بتتعامل بشرف في كل القضايا وفي كل التحديات اللي بتواجهها الإقليم أو اللي بيواجهها العالم. الرئيس بيتحدث بصوت العالم، عالم الجنوب كما أطلقوا عليه في G20 منذ أيام،
وبعد ساعات بتحدث الكوارث اللي حصلت في دول المغرب وليبيا، فإذا بهذا الرئيس وبالدولة المصرية بمؤسساتها المختلفة تهب للمساعدة الحقيقة، وتسخر كل إمكانياتها على هذا القدر من المستوى الرفيع. السيد الرئيس بيجتمع بالقيادة العليا للقوات المسلحة، كل قادة القوات المسلحة المصرية، المؤسسة الوطنية العريقة اللي بنشرف بيها الحقيقة جدا إنها على هذه الدرجة من الجاهزية طوال الوقت لتقديم فوري لمساعدات الحقيقة استثنائية لم نرها في كل المراحل السابقة، لكنها مساعدات بحجم الكارثة. الكارثة كبيرة والكوارث على يعني حجم التحدي فيها كبير جدا، وخاصة في ليبيا الحقيقة، نظرا لأن الفيضان اكتسح مدن عديدة وقرى عديدة، وحتى من لم يصيبه الوفاء أو الإصابة، كم هائل جدا من الأضرار للشعب الليبي الشقيق، جعل هذه المنظومة المصرية تتحرك بهذه الدقة وبهذه السرعة. الشخصيات المصرية موجودة على الأراضي الليبية، رئيس أركان القوات المسلحة المصرية موجود في بنغازي بعد ساعات الحقيقة من وقوع هذه الكارثة، هو والطاقم العسكري اللي موجود معاه الحقيقة بيعملوا تقديرات موقف سريعة، بيقدموا الدعم الكامل، وهي زيارة ليها دلالتها وساهمت بشكل كبير جدا في رفع الروح المعنوية للشعب الليبي الشقيق، وأدركوا تماما إن الدولة المصرية معاهم قلبا وقالبا، وإن هناك عمل جدي منظم مؤسسي بيجري الإعداد ليه تحت إشراف القيادة السياسية المصرية مباشرة. سيادة العميد، أحيانا ممكن تسمع حتى وإن كانت أصوات الحقيقة قليلة جدا حتى أنها قد لا تذكر، ولكن وارد إن حضرتك تسمع حد يقول لك طب إحنا في أزمة اقتصادية زي ما العالم كله في أزمة اقتصادية، وهذه المساعدات وهذه الطائرات وهذه المعونات من قوافل طبية ومساعدات وأدوية وأغذية وغيره تكلفنا، ولكن الدولة المصرية لا تفكر أبدا بهذا المنطق، والقيادة السياسية لديها دائما أولوية في الدعم الإنساني. إزاي حضرتك بتشوف ده يا فندم، وكيف يحسب هذا الدور للدولة المصرية؟ هذا هو مفهوم الشرف في التعامل، ومفهوم الشرف في الدبلوماسية مع الأشقاء المشتركين معانا في وحدة مصير حقيقية. لا، كل هذا الذي يتم انفاقه هو في الرصيد المصري. صحيح. هو بتنفقي في رصيد مؤجل وفي حصاد بتتلقين وتلقينا مثله في أوقات كتيرة جدا. هؤلاء الأشقاء وقفوا مع مصر في محن كثيرة جدا يعني لا يجوز ذكرها، لأن ما بين الأشقاء زي ما بيقولوا لا يوجد حسابات، كانت في لحظات ومحطات مهمة من محطات التاريخ كان الشعب الليبي والدولة الليبية سندا حقيقيا للدولة المصرية. ما بنقولش ان احنا يعني بنرد هذا الجميل، لكنها هكذا تدار العلاقات الدبلوماسية دون حسابات زي ما حضرتك ذكرت. والحسابات ده كل هذه الجهود توضع في الرصيد المصري مباشرة. الرصيد المصري يعني حماية المواطن المصري اللي بيعمل في ليبيا بياخدها من الشعب الليبي حصاد لمثل هذه الجهود. يعني الجهود دي تبذل لحماية الجالية المصرية في ليبيا، ولتوطيد أواصر العلاقات القوية اللي ما بيننا وما بين المملكة المغربية، وحجم المصالح السياسية لا تعد ولا تحصى، خاصة مع الأشقاء من الدول العربية وكما أشارتي حضرتك والأفريقية. اللي النهاردة أصبحنا مصر بتدخل البريكس وبإلحاح من دول البريكس وبتأكيد على قبول عضوية مصر فيها، كونها دولة رائدة تمثل قارتها الأفريقية كلها، مكانتها في القارة تؤهلها بل وتدفع دول البريكس انها تكون حريصة جدا انها تختار مصر من وسط دول كتير، اكتر من 30 دولة كانوا مقدمين انهم يدخلوا البريكس، فيتم انتقاء الدولة المصرية. الشغل اللي مصر عملته في أفريقيا صحيا في الأزمة الصحية بتاعت الكورونا، الحقيقة مش عايز اقول ان اللي احنا دفعناه في الكورونا حصدناه مكانة للدولة المصرية في حرص البريكس على ضم الدولة المصرية.
هي الحسابات وهي الأمور بتدار بهذه الكيفية. في دول يا سيادة العميد، وأنا لا أتحدث عن تاريخ بعيد، أنا أتحدث عن 3 سنوات سابقة فقط، ونستطيع جميعا أن نتذكر في دول ما قدرتش حتى توفي طلبات شعبها من لقاحات كورونا. مصر مش بس وفرت هذه اللقاحات لشعبها، ولكن أيضا مدت يد العون زي ما حضرتك ذكرت كده إلى الدول الأخرى، وتحديدا الدول الشقيقة والدول الأفريقية التي احتاجت إلى هذه الطلبات. على شاشة إكسترا نيوز ونحن ضيوف أثناء فترة البريكس تلقينا اتصالات هاتفية من مداخلات تليفونية لناس بتبدي دهشتها ليه الدولة المصرية كانت حريصة على إرسال لقاحات إلى الصين. حضرتك قصدك أثناء فترة الكورونا. مش بريكس. إن المصريين كانوا عندهم درجة من درجات الدهشة ليه مصر حريصة إنها تبعث لقاحات للصين اللي كانت عندها فعلا زي ما حضرتك قلتي قصور في قدرة على توفير اللقاحات لهذا العدد الكبير من المصابين في داخل الصين. الصين بتقف بحسم بعد 3 سنوات كما تشيري حضرتك من أجل انضمام مصر إلى البريكس. نعم. الصين منذ هذا التاريخ وهذه الوقفة اللي سجلت للدولة المصرية في حينه في أزمة الكورونا، الدولة المصرية بتحظى بمكانة وبتقدير بالغ من القيادة الصينية ومن الدولة الصينية بشكل عام، حتى بعيدا عن البريكس، في رغبة في تطوير الشراكة الاستراتيجية ما بين الصين وما بين الدولة المصرية. البريكس عدى في عام أو عام ونصف، بدأت الصين تستعيد لياقتها وبدأت تستعيد خططها الاستراتيجية. أول دولة تحركت في اتجاه تعظيم استثماراتها فيها وبناء مزيد من الشراكات كانت الدولة المصرية. هكذا تدار مثل هذه الأمور. لذلك احنا حريصين طوال الوقت جانب البعد الأخلاقي والبعد الإنساني اللي هو بيمثل أولوية قصوى للدولة المصرية وللشعب المصري. لا، الشعب المصري النهاردة يشعر بامتنان عميق للقيادة وللمؤسسة العسكرية بأن هم حتى هذه المساعدات تدار بإشراف مباشر، والسيد الرئيس موجود في الاجتماع بالأمس وموجود النهاردة في الاصطفاف اللي هو بيشرف شخصيا. يعني بنتكلم على منظومة بتعمل على أعلى مستوى من مستويات الدولة المصرية من أجل الوصول لتحقيق الأهداف اللي احنا بنتحدث عنها. عايز أرجع مع حضرتك للحديث عن العلاقات المصرية الليبية، والحقيقة إنه يعني أشقائنا في ليبيا قبل حتى يعني أي دولة أخرى أو حتى قبل أن نذكر نحن ذلك في مصر هنا، يتحدثون بإشادة كبيرة عن دور مصر ووقوف مصر إلى جانب ليبيا في فكرة توحيد الصف الليبي ورفض التدخل الأجنبي في أراضيها، ودي كانت علامة فارقة طبعا، والشعب الليبي مر بكثير من المحن أيضا في السنوات القليلة الماضية. إزاي حضرتك بتشوف يا سيادة العميد أنه ده يعني بيرسم توطيد أكبر للعلاقات المصرية الليبية وهي دولة الحدود والجوار والعلاقات القوية القديمة ما بيننا وما بين أشقائنا في ليبيا؟ ما فيش شك ده مش بيرسم صيغة العلاقات بس، لكن هو بينسج كمان مستقبل لهذه العلاقات بتبنى على مثل ما حضرتك ذكرتي، أن كان الموقف المشرف للدولة المصرية منذ بداية الأزمة الليبية موقف شديد الوضوح، موقف يؤكد على ضرورة توحيد المؤسسات وضرورة أن يكون الحل للأزمة الليبية هو حل ليبي، يرفض رفض تام وقاطع أي تدخلات أجنبية في الشأن الليبي، يستضيف كل الفعاليات اللي كانت من شأنها أنها تدفع العملية السياسية وتساهم في توحيد الفرقاء. علشان كده الحقيقة ما كانش يعني مستغرب على الإطلاق هذا الموقف في أزمة السيول اللي تعرضت إليها ليبيا مؤخرا. يعني ما هوش موقف حديث ولا دخول متأخر على خط التضامن المصري الليبي، بالعكس ده كان استكمال لدور حقيقي ودور فعال من اللحظة الأولى للأزمة الليبية، أو ربما منذ 30 يونيو 2013 عندما تحررت مصر مما كانت موجودة فيه قبل هذا التاريخ، واستعادت سريعا ومباشرة قدرتها على الفعل وقدرتها على الحكم على الأمور. أن استقرار ليبيا هو من استقرار مصر، معادلة الأمن الإقليمي لا تتحقق إلا بتحقق جوار إقليمي آمن، وده اللي بيخلي
جهدنا مع ليبيا ومع السودان وفي فلسطين وفي دول الساحل والصحراء ضروري. ربما بيحظى حتى بأولوية قصوى وبمزيد من الجهد. ولو شفنا هذه الملفات على وجه التحديد وهذه القضايا نجدها أنها بتحظى برعاية رئاسية مباشرة. ونلاقي الرئيس السيسي موجود مع قادة هذه الدول، مع شخصياتهم الرفيعة، بيستقبلهم بنفسه. ما ننساش الاجتماع يعني الإنساني الجميل والرائع اللي تم ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ويستضيف زعماء القبائل الليبية بالكامل. قضوا معاه يوم كامل واستمعنا للكلمات الراقية والكلمات المهمة اللي ألقوها في حضرة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن دور مصر وعن احتياجهم للعمل سويا ما بين ليبيا وما بين مصر في صناعة المستقبل. وأكبر جالية مصرية في أي دولة خارجية هي ليبيا، وكان بعدها السودان مباشرة. موقع مصر الاستراتيجي يا سيادة العميد كمان بيؤهلها بجدارة إنها تكون أو تلعب دور مهم جدا في التنسيق أو تكون همزة الوصل ما بين أوروبا وما بين القارة الأفريقية، وده كمان دور بيضاف إلى الدور المصري مع أشقائها الأفارقة. إزاي حضرتك شايف أهمية هذا الدور وفي ظل كمان الحديث عن متغيرات كثيرة جدا حول العالم؟ إحنا يمكن في حلقات سابقة كثيرة تكلمنا مع حضرتك عنها في العالم كله. لو بنتكلم على آخر ترجمة لهذه المعادلة الناجحة اللي قدرت مصر إنها الحقيقة تصيغها خلال السنوات الماضية في علاقاتها مع أشقائها في القارة الأفريقية، هي مسألة اختيار مصر في البريكس كممثل لإفريقيا. لو رجعنا خطوات قليلة للخلف أثناء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، نجد أن السنتين اللي مصر تولت فيها مقعد رئاسة الاتحاد الأفريقي استطاعت أنها تقوم بأكبر عملية شراكة وتشبيك للمصالح القارة الأفريقية بكاملها مع القوى الدولية الكبرى والمنظمات الدولية الكبرى. عملت ده مع الصين، عملت ده مع روسيا، عملت ده مع اليابان، عملت ده مع بريطانيا، مع الاتحاد الأوروبي، مع الأمم المتحدة. يعني بنتكلم في محطات الارتكاز الدولية الأهم على مستوى العالم. فما كانش غريب على الإطلاق الحقيقة إن العالم ينظر للدولة المصرية كمعبر أصيل عن مصالح القارة الإفريقية. شفنا كوب 27 اللي كان بيتعمل في مدينة شرم الشيخ ومصر كانت بتنظمه وتتحدث فيه وتتبنى قضايا جميعها تمثيلا لقارة أفريقيا أكثر ما هي بتتحدث بلسان مصري باسمها هي شخصيا. وكان هناك تأكيد في كل التفاصيل كوب 27 حوالين أن مصر هي أفريقيا، وأفريقيا تنتخب مصر كي تكون هي صوتها وهي ممثلها. يعني كان في تأكيد على هذا المعنى. لذلك فعلا العالم النهاردة بيقول احنا اتفتح قدامنا ابواب كتيرة جدا للمصالح مع دول القارة الافريقية، كانت السبب فيها مصر. عامين تولت فيها مصر رئاسة الاتحاد الافريقي واستراتيجية جديدة صاغتها القيادة السياسية المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 2014، وهو يتحدث بوضوح حول فتح صفحة جديدة في العلاقات مع كل دول القارة وصياغة شكل جديد متطور ليه علاقة بالمصالح المتبادلة، ليه علاقة بالرغبة في نمو القارة الإفريقية ودخولها لتبوؤها مكانتها على المستوى الدولي كله. أنا بشكر حضرتك يا فندم جزيل الشكر على هذا الحوار وهذه التفاصيل، سيادة العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا.